هنا مدفون 70 صحابي، هنا مدفون 70 صحابي، من بينهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة هو هذا الرجل المدفون هنا، هذا في هذا المربع، هذا المربع، هذا هو الأولاني حمزة. نعم، هنا مدفون حمزة شهيد سيد الشهداء، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي كلهم صحابة شهداء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. فماذا نقول؟ احنا جينا هنا شنو نقول لهم؟ شنو نقول لهم؟ السلام عليكم، قولوا السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. شنو درنا دابا؟ درنا صلة الرحم، درنا صلة الرحم يا اخواني. فلهذا دابا الان هادو اولياء الله ولا ماشي اولياء الله؟ ياك اولياء الله. ودابا نقول له سي حمزه دع معايا الله يعطيني الوليدات، هذا ولي. ها قولوا هلو. لا يا باش نقول ها لا كيفاش ما نعرف؟ لا واش كتعرفوا؟ لا ولدي هذا ولي، هذا راه ولي فيه البركه. ياه ايه ايوا كيفاش نديروا؟ نقولوا له يا حمزه ادعي معنا الله. لا ها لا ها هو حنا دعينا معاهم، علاش حنا دعينا معاهم وما ما يقدروش يدعوا معنا؟ لأننا نحن أحياء وهم أموات، نحن عندنا صلة بالله عز وجل، هما لا صلة لهم بالله. حنا باقيين كنصلي ونصوم ونذكروا الله، هما أجلهم انتهى، ملف انتهى، تطوى الشرفة. يا اللي كتشو عند ولي مولاي عبد السلام، مولاي عبد القادر، مولاي الجلالي، مولاي الضريح، مولاي خريف، بوس الحيوط وبوس الحديد وبوس كله شرك بالله عز وجل، كله شرك بالله. خريف ضحكوا علينا، ضحكوا علينا، هذا هو. حاج صليت حاج